دول دول كلها عليهم كدول ناس خبزة، دول كلها ما في الكتيبة، دول كلها فتوه. التبرع واسع للدعوة كيه الله يقدر في حمايتك يبعث للناس دول فزع. الفزع كان من غير حمايتك ما بعد فزع ده يا العرب دول يمك البعيد ده البعيد من الجلاكين في الميدان ده كده بروح حتى كما لقوا كتلوا عضي بكتل تقول له واحد يخطى في دماغكو بطا من غير دي آخرة كمال ولا قلنا ولا قلنا أكثر الرسائل القوالي ذات تنقل ما ينفع الرسائل الزايدات كل المهم هذا يهيج بس أيوة. حميتك ما بعد فزع ده حل ما في خلاص أيوة دي وقت حميتي ما جام ده قال لك تاني حل ما في بس بل بس بل يا صاحبي أمسك المكالمة الصوتية الثانية مرحبا شباب كيفكم؟ الصوديات انا اقول يمكن صداكم ما ارتبحت واحد واحد كصديتي بلقى منها كلمه. اخونا رقمك 09 بكمل ده حمدتي تحصل حاليا ده خبر ما لقيته والله شنو انت؟ انت تقول ده عملنا حمدتي حاليا دي خبر ما لقيته قاعد بسيف العرب في السودان ده كله قاعد بجرد سلاح العرب في السودان والزرقاء قاعدين دي خبر ما لقيته والله شنو والله ان شاء الله خير حمدتي ده كان خبر ما لقيته ما حمدتي ده كان خبر الحزن ده هو ده ما ينفع ده ما رد له مكالمه صوتيه حقه قال له انت حمدتي خبر ما لقيته ولا شنو بجرد السلاح من العرب بغلي الزرقاء حمدتي ده اطلع منه يا صاحبي امسك البلة الثانيه ده امسك اضانك اهلان شباب شخبار عافيه لا لا مش انا هنا هنا العمال ناس اللي بيدو دول ما دايرين حد دول ناس جروب بس ايوه نسمع شو صار وشو فيه وما في عندهم ما دايرين حد نقول موظفين عرب الكبار دول يقوموا ولازم اللي من السودان عربيه ولازم من النيجر رئيس النيجر ذاك كل عربي إيه اللي كان هم دول ايوه وقوا من هنا بلو ما 10 ولا 100 ده دبك في دب سده ده بجيب نار بسده الناس دول قوامنا بلو بندق واحد كل الاسد بندق المضروب العرب ده بيجيبه ده كلام فاضي ساكت نعم نتمنى الموظفين العرب الكبار اللي قوموا يطالبوا من الدول العربيات يلقوا نار ايوه كم من الدول العربيات ما لقوا نار ده خلاص بطل نحلكي ما في نعم اخيرا احنا دولنا نتونس ونستنا ونسكت ونشوف الفي والما في بس تتونس ونستك وتسكت وما تنجل ادبك قال لك يهزي بيطالبوا قال من الرئيس النيجر وبتاع طبعا هناك الصحراء انت لما جاي دير تخش ليبيا مسافه بعيده جدا جدا بتتلاقي بتتخمش في الشارع وكمان في انباء تيجي كده بيقولوا الفرنسيين فرنسا يا جوا فرنسا يا هره الجنجويد برا فرنسا يا هره الجنجويد برا فرنسا يا هره الجنجويد برا في انباء تيجي كده بقول لك انت عارف الجكوارات الفرنسيه والمتا والاسلحه الفتاكه قالوا شنو بيتحرك طوال يا صاحبي بيتحرك طوالي وديل إرهابيين عرفت كلامي؟ يعني بل تقيل يعني خش في الثانية يا صاحبي والله حتى أخوك كان تلوم ألف دينار كله لهم ده لا ودون لهم حاجة إيه كلامك صح اللي من العمراء الكبار هاي مثلا الوزراء والرؤساء وكده ما عارف لكن كان اللي بالنسبة للعمال الشقالين وكده ده لكن اللي والله هنا ألف دينار ذاته ما بدير لهم حق بارك الله طبعا حاليا دي فيها سيارات دورة مرقة من سبها وفيها شباب واحدين دول دورة سيارات بركبوا فوقهم بس ما لقوها في سبها ليه تصلحتهم كيف دورة سيارات بركبوا فوقهم كما لقوها كده لكن بس الناس كده قاصرهم زخيرة طيب ده شوف داري القلاوة حجة كده داري القلاوة حجة قال لي والله ناس قاعدين في السمحة بيسلاهم لكن ما في سيارات بس واحد بدوس تلفونه كده بنزل مكالمة صوتية اسمعني اي والله نحن قاعدين بصوف طوالي باب الغمران يا صاحبي جنجويد اكلوه هذا الكد تكتل النسوان في السودان واختصاب وبتاع بعد ده نقع بعد ده ده الاولاد الخوش يا صاحبي قاعدين في الصحراء يا درشتم يا درشوكم والتهية لناس كريجت تهية لتوحيد الزرقاء تهية لتوحيد الزرقاء وشغل ماشي يا جماعة كويس يا زول كلهم يا زول شات ولا سودان شات ولا سودان ما هي شات ولا سودان ما هي كل واحد توحيد الزرقاء جرى يا صاحبي تحياتنا قدام بس بل امسك دي برضه امسك اضانك السفه دي اليوم كان بتمشي دليها قديش وقي كان سفه بتمشي دليها اليوم قديش وقي صحيح اليوم وقت السفه ذاتك ما تكمل يوم كبر كانك بتمشي دكي
هذول كلهم ما حالين عقدة. يا العرب قال ربنا ده والله يقدر في حمايتك يلقى ناس كي هيكلموك يقدر كي يبعث للناس دول فزع. بطان العرب كي فزع قريب كده ما عندهم نهائيا كده. خلاص اول زمان الا تعالوا يا قران تعالوا يا نعمتك الزرقاء منهم الفلنجايات بلموم التعاري من زمان برام ما قد يقاتلوا بلموا لنا فلنجايات من الزرقاء وبجاي بجاي بجاي وتعالوا اسل فلاتة جروا منهم بعد خلاص ما خلاص علاقة الفلاتة بعد تاني ما في كتاب الحمر هناك خبطوه ما اعرف انا اخونا القاعد في 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 النرويج ده اسمه الطاهر ما هو حمري ما اعرف ما طلع فجقهم هناك للحمر برضه قلبوا خربوا علاقتهم عندك ناس موسى هلال برضه خربوا وش معاهم كويس القران خربوا وش معاهم عرفت كلامي خلاص موضوع جنجبيل بعد ده بقوا برام في فتيل يا مالك يا يمشي وجاي بهين بجاي بعد شويه شفتها بطلوا زي الناس اللي قاعدين في شرق السودان قالوا والله نحن نوبه نوبه نحن كلنا نوبه ما قلت عربي ها دار تجي تقول لي انا محسي وسكوتي وحلفاوي ها ها دار تجي تقول لي انا بن امراوي وحدندوي ها ما قلت انا عربية ما قلت عربية امسك ده امسك الليبر الغلط ده طيب نمشي قدام ونطلب من ربنا سبحانه وتعالى وفضله ومن الاخوان البدء لنا الدعوه نطلب الا النصر الموت كي عندنا ما مشكله والجرح ما مشكله نطلب النصر الناس دي كثير العرب فاتت وتكسرت وحربوا كثير وبعضنا نحن دقائق ما تحركنا وجينا نتحركوا على كده ما شايفنا كان نتحركوا كل محل ونحن دقائقنا سعد في حمايه الله الحقيقه والله دفاع ما عندنا سلاح ما عندنا نحن سلاح ما عندنا اليوم الحمد لله عندنا اربع سلاح بس انقذننا هسه عرف علينا الناس المجارف دفعناهم الاربع سلاح دي وهسه كل الا الاربع سلاح قاعد يلاقينا الناس كثيره وبعد القبائل دي كلها نزحت من السبعه دي والله اليوم فضلين ناس بسيطه بسيطه ونحن كل توسع قاعدين محرصين وللصباح كان الله يسويها ده معروف وسمعنا بيان قالوا في سيارات جايه من سفا تو تجينا 200 كان الكلام ده بنجت هي دي هسه نحن ما نرجع الرجع الا من الله ومن هي دي. لازم ترجع رجع من الله ترجع من منو انت بتهاجم الناس انت بتكتل من 2003 ها ما ديلك برضه مع ناس او زيك كده بس ناس ابن ادمين الله خلقهم ده وقتلتم وانهنتم وعذبتم ها حميتي كمان عمل له هزي بقال داري يرشي نفسه بقول لهم نديكم سلاح بتهد تقدروا تحاربوا تحاربوا ما تحاربوا خلاص هسه الليله ما في ثاني اي ما في اي زرقاوي بقيف معك بعد ده الموضوع ده انتهى قد يا صاحبي قد السلك يا صاحبي اخفارات طيب نمشي قدام ولدي يا الله سلمك الناس اللي بيجيبوا لك الاخبار دي زول ماشي في جبهه ما هذه كله الناس كلهم قاعدين بيجوا عندنا بيجوا خشم المنيا وبرد زول قاوى الجبهه كمان العرب ما النصر ولدي فعلا النوب انسحبوا من المنيا النوب مشوا 35 غاي كلهم جمعوا في 35 هاي لكن نوب اليوم للعرب طردهم طرد قال لك افسل من نمس اقسم بالله العظيم ده طرد طلع كي بس ايوه اكربك 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 بس الناس طبقوا ولدي اي زول من النصر ما في النوبه من المصريين في العرب واللي بتضرب الفلاجي ايوه انا مقابل جفا ومشيت وحتى طلقوني غادي ومرقي نعم الله بارك فيك ايوه انا اللي بحكي لك ذاتي طلقوني غادي نكرر المكالمه الصوتيه ده قبال انت حاجه حلوه خلاص ولدي الله سلمك الناس اللي بيجيبوا لك الاخبار دي زول ماشي في جبهه ما هذه كله الناس كلهم قاعدين بيجوا عندنا بيجوا خشم المنيا وبرد زول قاوى الجبهه كمان العرب ما النصر ولدي فعلا النوب انسحبوا من المنيا النوب مشوا 35 غاي كلهم جمعوا في 35 هاي لكن النوب اليوم للعرب طردهم طرد قال لك افسل من نمس اقسم بالله العظيم ده طرد طلع كي بس اكربك 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 بس الناس طبقوا ولدي هاي زول من النصر ما في النوبه من المصريين في العرب واللي بتضرب الفلاجي نعم ايوه انا مقابل جفا ومشيت وحتى طلقوني غادي ومرقي الله بارك فيك ايوه انا اللي بحكي لك ذاتي طلقوني غادي الله سلمك جيت اخر الناس طرد حي ما شفنا كامل احنا بنشوف النوبه والله ودي طردونا طرد صحيح بس طرد مصلع كده بس كل كرب كل كده وقت خليناهم دخشوا وقدوم المنجم من مواطي واقفين هناك وتو ما عارف بعد ذاك اللي حصل شنو تو نحن جينا ولسه قالوا ردوا له ومازال ما ردوا هاي الله ما انا تو انا جيت الشبكه هسه حاجه
بندقي شال لواحد وجيت الشبكة حالي ماسك لواحد ماسك الليل موسى الأزرق ذاك انت عارف هاي خليته عنده تو جيت الشبكة مازال ما رديت جيت بطمن الناس بس ومازال ما رديت أخوي تسلم وتكرم الله بارك فيك لكن يعني صوتي تي بتوتر قدام ما توتر ما في لك عرب النصر عرب دول والله يخاف خوف حمر كبس ايوه اي الله سلمك يا ولدي يا بارك فيك الناس تقتل ليكم من 2003 يا جماعه يا جماعه خلاص الله جعله خلو ان احنا بتاع و اصل خلاص انتغوا بعد ده اللي الايمان لو لقيت يهودي يفضل يتثبت بيه وبعد ده الناس دي خلاص بيقوا اسرائيليين اسرائيليين ذاته كويسين طيب واسمع كلامي ده كويس ركز في كلامي ده كويس ما تسمع كذب الناس لان عندنا ناس مضروبين فلان وفلان من عارفين مضروبين زول بيرفعهم كل